والناس تقدم ازيك يا ست؟ الله يسلمك. ازيك يا ست؟ مالك يا جابر؟ جابر مين يا ست؟ ده باكر. انكتم ياض. مفيش يا ست، ده ايديا رمت شويه بس شكلها اتجزع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش، انت خاضر. انت اكتر واحد بيفكرني بجدك جابر الله يرحمه. ما كانش يتعرك واصل عشان كان خابر انه لو ساب نفسه لشطانه كانت هتبقى مصيبة كبيرة. وما انت اتجوزت عندك كم سنة سي؟ كنت يا دوبك بنت 14 سنة، كد البنت صباح بنت عمك. اصلا انا وجدك عيال عم، وكان مجري فتحتنا واحنا صغيرين. المهم اتجوزنا وجاني عيا واعر قوي احتاروا فيه الحكمة، لا نافع فيه طب ولا دواء. لما جينا مصر يا سيدي، قول كام؟ 5 سنين كنت راقدة وما كنتش بخلف، وجدك كان بيعمل كفة شيء، كان يندلع يشتغل ويعاود يقعد بي ويطبخ أحلى أكل، كنت تاكل من يده أحلى صحن كشك.
وكان يجيب لي أحلى فاكهة اللي تقول أني والي. يا بويا ود عمي ده صبر علي ولا صبر أيوب؟ كانت الدنيا كلها هنا، كنا أول ناس نسكنوا في الشارع، وعشان كده الشارع اتسمى على اسم جدك، شارع جابر سعدون. ولا لم نفسك احسن لك، لا فالح في مدارس ولا فالح في شغل، وكل يوم داخل لي بمصيبه في ديلك. يعني عايزاني اشوف اخويا مرمي على الارض وافضل كده اتفرج؟ انا بتلاقيك انت اللي اتضربت وعامل لي فيها 70 ليه. ده انا شخرمته. شخرمته؟ عارف لو حد جشتك منك هعمل فيك ايه؟ هاكلك بالسيني. بقول لك ايه، بلاش البتاع الاحمر ده عشان بيعصب، ولا الميكروكروم ده عشان يطهر الخرابيش دي. فوضت فيك امري لله. ولا افتح يا واد يا رادة. والنبي يا ستي. خلاص يا تحيه، عمال ايه؟ والله لما يجي ابوك لا اقوله على كل حاجه. تعال اقعد يا شطار. يا سبحان الله. بقولك يا ستي، ما تحكي لنا حكايه جدي لما لقى الكنز. اه يا ستي ما تحكيها، انت كل ما بتحكيها انا ما بتحكيهاش للاخر. اه والنبي يا ستي، والنبي يا ستي، والنبي احكيها. والنبي بكفايه بقى يا مزغوط. صلوا على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. وكمان زيدوا النبي صلاه. ايه يا ستي، احنا نقضيها صلاه، ما تحكي بقى وتخلصيها. اتكتم يا ولد. في يوم كنت قاعده على السرير عياني، ولا كنت خلفت لا يحيى ولا زكريا، وانا بين النوم والصحيان خش علي مين جدكم الحاج جابر، وجايب لي في يده اللفه دي. قعد وعين ذهب عثمان عليه دمغة السلطان، قال لي لما تلبسيه كل نص شهر عربي هتروقي، وربنا حيوعدك بالخلف الصالح. وخفتي بقى يا ستي؟ روقت وخلفت ابوك وعمك ورا بعضيهم. الكردان دي هيبقى لولادكم ولولاد ولادكم، ده بركة جدكم جابر الله يرحمه. الله يرحمه. وزي ما وصيتكم الكردان ده لا تفرطوا فيه لا في حاجة ولا في عوزه، ده هيبقى شبكة ولدك بكر على بيتك صباح اللي لسها في غربال السبوع برا دي. الله يرحمك يا أمه. كانت وصية أمي إن الكردان ده يبقى شبكة بكر ابني على صباح بنت أخويا زكريا. فضل الكردان ده عندي أكتر من 25 سنة، ولما العيال كبرت وجه يوم الحنة طلع الكردان من عندي، دخل عند أخويا زكريا ساعتين بالظبط وسمعنا صويت. أصل الكردان ده ليه حكاية، اترمى على أبويا من شباك عربية. حكى لابويا انه كان ماشي بالليل في وقت متاخر، والدنيا ما كانتش عمار قوي برضه زي دلوقتي. قال لي الله يرحمه انه هو ماشي سمع صوت عربيه جايه من وراه بسرعه، فيها راجل وست بيتخانقوا، والست ماسكه الراجل مبهدلاه، هو يقول لها كاني وهي تقول له ماني. شويه وراحت الست دي راميه لفه قطيفه من شباك العربيه، وقعت تحت رجلين ابويا، والعربيه كملت في طريقها. ومن ساعتها والكردان ده موجود عندنا في البيت، ومية في المية لسه برضه موجود في البيت لحد وقتنا هذا. واللي عمل التيتا دي من داخل البيت، يعني مننا فينا. أنا بس اللي مجنني وعايز أعرفه
اللي عمل كده عمل كده ليه؟ وإيه غرضه من كده؟ بكورتي حبيبي. ايوه يا عم فرحك يا عم، الليله ليلتك اتبسط. احلى ازازه بيره لاحلى بكوره. يا عم ابعد عني، انا ماليش في الكلام ده. مالكش ايه يا عم بقى؟ جو السبح ده والصخ فهمت حاجه؟ لا ولا انا يا عم. اشرب بقى فرحك يا بكوره. شارب وابعد عني. ما تشرب يا بكوره، سيبني في حالي وحياه امك. لا تشرب يا عم فرحك يا عم، لازم تخش وانت دارب ازازه واتنين طب اقول لك على حاجه، احط لك حاجه ساعه عصير بتاع عليه. لا تبطل فرق خلاص. فرق مين يا السبح دي؟ فالله اكبر، انت داخل على حوار تقيل قوي يا بكوره. انت مش فرحان ليه يا عم؟ والدقن اللي انت حطيتها دي في راسك يا جدع انت. تشرب انت ها؟ خلاص قفل. ماشي يا عم انت و... امك بتتخانق. ايه ناقصه؟ ليه يا عم؟ صوت امك انا بكرهك. بس يا اما صلى على النبي، صلى على النبي. ايه يا اما؟ يا اما في ايه يا اما؟ صلى على النبي بقى، كبري في قلبك، كبري في قلبك. والله العظيم لو بسكت كبرتك وش انت هتخيل يا عم. ما تخافش بقى يا راجل. يا رمة يلا يا مجنونة. مجنونة فاضل انت ولا ايه؟ طيب الاطفال احباب الله. بص في دول النهارده بنحقق في قضيه سرقه شبكه، مش شبكه عاديه. كردان عثمان لي ذهب بعمره حوالي 150 سنه، هو يساوي ثروه، لكن قيمته المعنويه عندهم العاطفيه كبيره جدا. العريس والعروسه ولاد عم، والشبكه اتسرقت من جوه البيت العروسه اثناء ما كانوا في ليله الحلم. وكلهم معتقدين ان الكردان ده ما سابش البيت. بس انت جايبني عشان سرقه شبكه؟ انا قلت جايبني في جريمه قتل، انا مروح. حبيبي احنا لو ما فصلناش بينهم هيشبطوا في بعض
هيجيبوا حقهم بايديهم ويبقى ايه اللي حصل؟ بيبقى في دم اللي احنا مش عايزينه. بصراحه في دي عندك حق. كمان دي ثروه اللي حياتهم، ودي كمان الكنز اللي هو كلهم طمعانين فيه. انا هعرفك عليهم دلوقتي واحد واحد. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده الاستاذ يحيى، ودي مراته ست تحيه، ودول ولادهم الاستاذ بكر العريس والاستاذ رضا، وده عم زكريا ومراته مدام سحر، ودي بنتهم العروسه صباح. رضا كيكه ما يتغفلش، ها؟ ومفيش زعل بقى في اللي احنا هنعمله ده، والليله شطبت فما تزعلوش. يلا يا حاجه كده. يلا حلو تعالى. يلا حلو. اما خلي بالك النسوان دي ممكن يكون عندها حاجات مستخبيه. يا واد مفيش حاجه يا واد. يلا خلي بالك. وريني يا اختي. معلش مفيش زعل، ما تزعليش، دي ست الحاجه اللي بتفتشك. يلا سلام. عدي من غير زعل يا اختي. معلش والنبي البت دي شكلها بريء. سيبيها سيبيها يا واد. احنا في ايه ولا في ايه؟ يخرب بيتك. الاكيد ان مفيش حد غريب يقدر يسرق حاجه من بيت رضا كيكه، عشان هيزعل وهيزعل جامد قوي. اللي خد الكردان ده حد مننا، يا اما من بيتي يا اما من بيت اخويا يحيى. بكره مش هنعرف بس مين اللي خد الكردان ده، احنا هنعرف كمان خده ليه. ما مفيش حاجه بتستخبى، يروح مننا فين؟ انا ما انكرش ان في وقت من الاوقات كنت عايز ابيع الكردان عشان كنت عايز اعمل عمليه وهاتها تروح مني. كلهم وقفوا ضدي ولموني وحوجوني للي يسوى واللي ما يسواش، وخلوني مديت ايدي لطوب الارض. يقوم لما يجي اخويا يحيى يبيع الكردان عشان يشتري ميكروباص واقف ضده يلوموني؟ طب بذمتكم انا غلطان في حاجه؟ بس انا سامحته، اصل زكريا ما بيشيلش، ما هو في الاخر برضه اخويا ومن دمي ومن لحمي. ابحث عن المرأة. شرشيلة فمة كلة نابليون، بس قصدك بيها ايه يعني؟ قصدي ان احنا نبدا بالستات. انا هدخلك الست دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. احكي لنا بقى يا ام صباح ايه اللي حصل؟ الحنة كانت ماشية زي الفل، والبنات كانوا مبسوطين ومهيصين وعمالين يرقصوا كلهم. شوية ودخل جوزي، كان نازل من السطوح يعني عشان خاطر لا مؤاخذة يعني يفك نفسه. يلعن ابوه ابن كلب. بقولك ايه يا تحية، الملافظ يا حبيبتي سعد، وخلي بالك انا سكتلك بمزاجي، اختشي بقى. كملي يا مدام صحر، كملي لو سمحتي. لما دخل يعني حصلت كده شوية لخبطة، عشان يعني البنات اتكسفوا كده، اكمنهم كانوا لابسين براحتهم وكده يعني. راجل قليل الذوق، ما كانت نايل راح فك نفسه في أي داهية. لكن هقول إيه، حلاق. بصي يا أستاذ، لما البنات شافوه اكمنهم يعني كانوا براحتهم وبيرقصوا حولي وداروا نفسهم، حصلت زحمة قدام الترابيزة. الترابيزة دي بقى كان عليها علبة الكردين. لما دخل المخفي ده أنا عيني كانت على العلبة وكنت قاعدة جنبها، عيني ما راحتش من عليها، لحد ما زق إيد البت اللي جنبي كان معاها حاجة ساقعة وقعت عليا، كأنه بالظبط بيقول لي إيه، بصي العصفورة. عيب يا تحية، أنا جوزي مش حرامي. وبعدين يا سعادة الباشا، لو كان عايز يسرق الكردان كان استنى لما الكردان يروح بيت بنته، صح ولا لأ؟ يا سلام يا أختي. يا أستاذ، هي خدت العلبة علشان تفرجها الواحدة من المعازيم، لقيتها فاضية. طب يا أم صباح، اعملي لنا كوبايتين شاي من إيديك لو سمحتي. من عينيا يا باشا. بس أنا مش عايز أشرب شاي. مش مهم، بسيبه. أنا عيني ما غفلتش ثانية واحدة عن العلبة القطيفة اللي كان فيها الكردان، وكانت كل ما تتحرك في وسط الستات اللي عاوزين يتفرجوا عليه كنت أنا عيني وراهم زي الددبان. المهم الناس بدأت تهل والشقة اتزحمت، بس أنا برضو عيني كانت في وسط راسي. وشوية ولقيت واحدة من المعازيم بتقولي ما تفرجينا على الشبكة يا أم العروسة.
رحت عشان أجيب العلبة، لقيت العلبة فاضية. طب أنا أفهم إنه أي حد ممكن يطمع في الكردان، لكن ياخد المنديل ليه؟ انت مالك يا وليه مجنونة انت؟ مجنونة؟ جرى يا راجل انت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ بتلم نفسك، بقول لك خلاص انا بوزك وشك. الم نفسي ده ايه يا راجل انت؟ اوعى تقول لي لسانك طويل ليه؟ ايه لسانك طويل؟ جرى ايه يا ابو جايبك هنا؟ قول لي لسانك طويل يا مش فاهم عايزه ايه؟ معلش يا توح داخل الحمام عامل زي الناس. الله زي الناس ده يا انت؟ في وسط الستات؟ في وسط الستات؟ انت ستات انت؟ انا ست يا معلش يا توح انت خلاص يا توح ما ينفعش تمشي عليا. طب والمسخره بوزك وشك؟ لا 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 بس يا مصلح النبي صلح النبي وحيد اللي في قلبي اوعى يا وان ايه اللي بتعمله ربنا بقى بس يا اما امك كان عليها كلام هتخيب ولا ايه يا ابو صباح امك شغاله على الباب يلا يا راجل يا رمه انا رمه يا مره مجنونه داخل في وسط النسوان ولا ايه يلا داخل في وسط النسوان تفوق عليك خلاص يا توحه خلاص يا اختي خلاص اوعي يا اختي انت وابوكي وعيلتكم يلا يا اختي طبلي يا ام العروسه من عينيا يا اختي حاضر يا ست تحية أرجوكي ساعدينا عشان نقدر نساعدكم ونلاقي الكردان يو ما أنا قلت لك يا أستاذ معلش يا ست تحية استحملينا شوية يعني انتوا شوية قرايب عايشين تحت سقف واحد ودخلين تتناسبوا وتسرقوا بعض هي مش غريبة شوية أضل ودي حكمته يا أستاذ بص هو ما فيش غير زكريا أنا مش تايهة عنه ده ابن عمي وأخو جوزي وجاري بقاله سنين دخل كده يا أخويا بلفنا زي المزين لمؤاخذة يعني ما يضحك على الأقرع ويطقطق له المقص وهوبا الكردان والمحرمة مش موجودين محرمة؟ محرمة ايه؟ الشكمجية يعني؟ محرمة ايه؟ محرمة الشرف يا بيه خلاص 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 عرفت يا أستاذ ولا أقول لك أيوة يا ستي فهمت هبكت على دي عايزة تشرعيها تاني؟ خلاص يا أخوي أنا مالي معلش يا عم الاسطوات مسافه السكه بس انت جهز لي الفرده وعبال ما تستريح كده وتشرب الشاي واللبن بتاعك اكون انا وصلت لا لا ما تقلقش قول له اول ما يجي لك هيدي لك على عينيك ماشي يا ابو هبه ماشي يا حبيب قلبي مسافه السكه على طول ان شاء الله مع السلامه ابو هبه مع الف سلام ألف سلامة أبو هبة لو ليه كفاية تمقيق في عينيكي بقى أقول إيه؟ ما أنت بقيت غريب عن عوايدنا اكمنك بقيت مصراوي يا واد عمي بقى أنا علشان خايف عليك يا بنت عمي تقومي تعايريني يعني المحرمة لازم يبقى شكلها حلو دي بتاعت البكري بقولك إيه؟ فاكر المحرمة بتاعت ليلتنا؟ ويا كانت ليلة واحدة برضو يا مرة يا جحدة
اي يا راجل خلتني اعور صباعي. بقولك ايه، لو وقفت في طنطا هجيب لك حاجه حلوه. تسلم لي، تروح وترجع بالسلامه، ربنا يستر طريقك. الله يسلمك، مع السلامه. مع السلامه. ايوه يا اما تعالي. انت فين يا ولا؟ تعالي يا اما. ايه الحجر ده يا بكر؟ ده عقيق احمر. عارفه يا اما العقيق ده بيحمي من الخوف ومن السحر. يا سلام. اه ما هو كل حجر وليه فايده. ويا ترى بقى السبحه دي بكام؟ مش مهم السعر يا اما، السبحه دي علاج، زي الدكتور لما بيبقى عارف العيان اللي قصاده عيان بإيه؟ بياع السبح يعرف يكشف اللي قدامه عايز السبحة دي للزينة بس ولا عنده علة ومحتاجها، ساعتها بقى السعر يفرق يابا. يا اختي اسم الله، ابني بقى دكتور قد الدنيا. يخليك يابا. اتفضل يا بيه. دايما عامر. بحسك. اتفضل. بشكرك. العفو. الست تحية مبكر مصرة إن جوزك زكريا أبو صباح ليه يد في السرقة دي. يا سلام. لا يا مدام سحر، لازم تاخدي وتدي معانا في الكلام لو انت عايزة تلاقي كردان بجد. بص يا بيه، الموضوع وما فيه ان جوزي زكريا يبقى ابن عم تحية لزم، وهما الاتنين فوق روس بعض لحد اما كبروا كمنهم يعني رادعين على بعض وكده، بس لا ده بيطيق دي ولا دي بتطيق ده، وتحية كمان بتعاملني على ان انا الغريبة اللي في وسطيهم لاني يعني مش من قرايبهم ولاني يعني من مصر وكده، بتعاملني على ان انا من بلد تانية. بس والله العظيم يا بيه انا عملت قرد ودب عشان الجوازة دي تكمل، لكن زي ما انت شايف قلبت بعكنانة، والبت يا حبة عين امها داخلة على التلاتين واللي في سنها دلوقتي مخلفين عيل واتنين. طب تفتكري مين اللي سرق؟ والله يا بيه الله اعلم، الناس دي ناس كويسة، بس انت عارف بقى الطمع ودي ثروة زي ما انت حضرتك عارف، وبعدين زي ما انت شايف كده احنا حالتنا تعبانة وكل الناس عايزة فلوس. كيف تسوق شيء؟ اعمل حسابك على فلوس الجمعية وانت راجع. امال ايه؟ ده انت تأمري. انت بتنكت يا اخي، استحمل شوية، كلها كام شهر والجوازة تتم ونرتاح كلنا. وهنرتاح ازاي بقى فالحة؟ انت فاكرة ان لما بنتك هتتجوز مش هتحتاج لنا؟ خلاص اديك شايفة باكر يوم شغال وعشرة لا، ده حتى الشغلانة اللي هي طفحة الدم فيها مش هيعتقها منها. اوعي تكوني فاكرة ان الكردان بتاع امي ده هيحل مشكلة، ولا فاكرة انه لما يجي تحت ايدك هتعرفي تتصرفي فيه؟ مش وقته الكلام ده، لما يبقى يجي وقته نبقى نتكلم فيه. يا ولية هبل، الكردان ده مش للبيع، ده لولا الكردان ده كان زماننا اتفركشنا من سنين، ده احنا اتنين اخوات بس مش عشرة. اوعوا تصدقوا حكاية عظم التربة دي، ولا تصدقوا ان الكردان هو وش السعد، ولا تصدقوا ان هو ربطة الدم بين الاخوات، بالعكس ده كل واحد فيهم كانت عينه عليه وكان عنده استعداد يعمل اي حاجة عشان يوصله، لانهم كانوا حاسين ان هي دي فلوسهم اللي في حجرهم واللي مش قادرين يطولوها واللي هتحللهم كل مشاكلهم. وسمعت ناس كتير قوي في العيلة بتخطط هتعمل ايه بالفلوس بتاعت الكردان بعد ما يتباع، اللي كان بيفكر ان هو يشتري حتة ارض ويبنيها، واللي بيفكر ان هو يفتح ورشة، واللي بيفكر ان هو يفتح محل موبايلات على الشارع العمومي، واللي بيفكر ان هو يفتح بازار، واللي واللي واللي. تعال تعال بس سيمبا بس سيمبا. سيمبا 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 اقعد 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 يلا اقعد تحت خالص.
والله ما ينفع دكتورة بسلمين على حد يوصل يقص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ده ايه؟ ما تبصلي هنا وانا بكلمك في راجل يقعد ما يشوفش خطيبته شهر ونص وهم ساكنين في بيت واحد وهم يشوفها صوصة يقول لها سلام عليكم هو ايه الحكايه بالظبط انا بيت دفى ده منظر اتنين على وش جواز بكر احنا لسه على البر انا عايز افهم اخرتك معايا ايه احنا على البر بقالنا 30 سنه اللي حصل احنا عشان نخلص من جو الدروشه ده بصي يا ابن عمي انا مانيش عايزه اخ انا شايفه ان احنا ناجل المشوار كده شويه كام شهر لغايه ما تفهم تمامك ايه معايا الجوازه دي مش هتتم ايه امال اللي حصل ده كله ليه التجهيزات والتاجيلات والديون كل ده ليه كل حاجه هتمشي زي ما هي بس هتيجي حاجه او حد هيبوظ الموضوع لكني بقرا من كتاب بس الكلام والحروف من بعيد الموضوع ده مش هيتم بعد كام نقطه بقى ان شاء الله كيكا ما تخلوش اطلع حليت اطلع اطلع ماشي بقى انت مش عايز انت بتعمل الحكايه دي تأديت واجب وخلاص انت مش فارقه معاك بعد نص متر ايه اللي هيحصل ازيك يا بقى عبده رضا فوق ما انا طلع له دي علامه بص انا اكلمك باللغوه اللي تفهمها اللهم اني بلغت اللهم فاشهد الرساله وصلت بكر طول عمره بالنسبه لي زي اخويا بس انا كنت مستعده اتجوزه لاخر لحظه اصلنا مكتوبين لبعض من واحنا في اللفه حلال حرام بقى مش مهم المهم اخلص من المرستان اللي انا فيه ده بيتنا ده كله عامل زي البيت المسحور كل واحد مننا قلبه في حته وعقله في حته والقلب ما لهوش سلطان في 100 واحده زيي واحسن مني كمان يكونوا بيحبوا راجل وفي الاخر بيتجوزوا راجل تاني عادي انما اللي مش عادي بقى وما فيش ست تستحمله ان الراجل اللي هي مربوطه بيه ما يبقاش رايتها ما هوش عايزها بكره عمره في حياته ما بصني بصنياه عمره ما جابني من فوق لتحت كده عمره ما حسسني انه مشتهيني عمره ما كهربني مش زي ما رضا بيعمل عملت ايه يالا انا بابا كلمت الليسته كلها ما عدا المعلم سايق كازوزه انت قلت لي ان عايز تكلمه منك ليه طب اضرب على الرقم هضرب لك الرقم يا زميلي ثانيه واحده ما بقتش بدي الامان خد يابا انا دوست اتصال دوست اتصال وعليكم صباح الفل حاج اوكي كح معاك ازيك يا اسطى بقول لك يا اسطى احنا على ميعادنا طب قلشتك كلام لا انا بص مش هكتر عن 10 تنفور كده بس خلي بالك الفيزا بتاعتها عاليه تمام بقول لك ايه يا حاج انت هتعلق على كام مش كتير دول يا حاج خايف
لا ما تخافش يا حاج. يا بسمع مني بقى على الصح، انا مراهن لك على فيزا. انت بتكلم كيكح يا غدا؟ قريش طكة. لا ماشي يابا، صباح الفل، الله يحنن عليك. ماشي يلا سلام سلام. قولي انت احسن منه وربنا، قولي عليه كده قولي. واضح ان البيتين منافسين وباسفينه في بعض. ده مش شغل حموات، دي حرب اهليه. كمان مفيش سبب يخلي حد يسرق الشبكه دي في التوقيت ده، وقت الفرح مفيش مصلحه مباشره. إلا لو حد عايز يبوظ الفرح. بقولك إيه؟ أنت خايف من الجواز ولا إيه؟ طب متجوزها أنت. ده يا سيدي غشاء بكارة صيني. الموضوع ده ما يخصناش. حوارك كردان ده نمرة كبيرة أوي. مجال وشه وماشي. ماشي ده وين؟ والنبي لو هي اللي عاملاها ما هسامحها طول عمري. هترضاها على اخوك يا رضا؟ رضا ما تخبطش نفسك، الكردان ده ما خرجش منه.